السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا فيما يتعلق بقانون المجال القانوني، ودائما سنعرض ما كله هو مرتبط بالدعوى العمومية. وفي هذه الحصة غنشوفو بدء سريان التقادم، لأنه يعد من أسباب سقوط الدعوة العمومية. إذا العنوان ديال الحصة ديالنا هو بدء سريان التقدم. فإذا كانت الدعوة العمومية هي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتضاء حقه في توقيع الجزاء على المجرم، حيث لا يجوز توقيع الجزاء على شخص مهما فعل إلا باتباع إجراءات دقيقة تبدأ بطبيعة الحال من المتابعة عن طريق إقامة أو إثارة أو تحريك الدعوى العمومية، وهو ما يعرف عند شراح المسطرة الجنائية بنشر الخصومة الجنائية أمام القضاء بين النيابة العامة الممثلة للمجتمع والشخص الذي خرق قواعد القانون الجنائي ومتابعتها بعد إقامتها لحين انقضائها بصدور حكم في الموضوع. ويبتدئ سريان مدة التقادم حسب منطوق المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية من يوم اقتراف الجريمة، وهذا بالنسبة لجميع المتابعين فيها من فاعل أصلي أو معنوي إلى مساهمين ومشاركين فيها إن وجدوا، وذلك نزولا على مبدأ عينة التقادم من حيث الأثر. ولما حدد المشرع نقطة ابتداء حساب مدة التقادم بكيفية مخالفة كالفقرة الأولى من الفصل 150 من القانون التي جعلت بدء سريان حساب التقادم في جريمتي العصيان والفرار لا تبتدئ إلا عندما يبلغ المتهم 50 سنة من عمره. هذا وتجدر الإشارة إلى مدة التقادم تحسب بالتقويم الميلادي لا الهجري، وهي مدة كاملة لا يحسب أولها ولا آخرها، وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أي يوم عمل بعده، وفق مقتضيات المادة 750 من قانون المسطرة الجنائية، مما يصير معه أمد التقادم في الجناية وهو 20 سنة ويومان، وفي الجنحة 5 سنوات ويومين، وفي المخالفة 2 سنين ويومين، ولكن المشرع اعتبر يوم اقتراف الجريمة كمنطلق لبدء حساب مدة التقادم، فهذا يفيد بالمفهوم المخالف استبعاد يوم اكتشاف الجريمة. هكذا يتحدد وقت اقتراف الجريمة بحسب صورها، فبالنسبة للجريمة الوقتية أو الفورية لا يثور إشكال غالبا في تحديد نقطة بدء سريان التقادم، لأن الركن المادي يتحقق في فترة زمنية وجيزة من دون أن يرتبط بضرورة تجديد نية الجاني فيها، حيث يبتدئ التقادم في السريان من اليوم الموالي لارتكابها. وعلى وضوح الفكرة السابقة، فإن بعض الجرائم تثير إشكالية نقطة بدء حساب التقادم، كما لو تخلفت النتيجة التي قصدها الجاني من اعتدائه لفترة من الزمن، كما لو أطلق أحد الرصاص عمدا على شخص آخر لقتله، إلا أن الضحية لم يتوفى إلا بعد 3 أشهر في غرفة الإنعاش. ففي هذه الحالة ذهب البعض إلى أن المدة لا تبتدأ في السريان إلا من يوم حصول الوفاة وهو الراجع عمليا، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن التقادم يبتدأ في السريان من وقت إتيان النشاط الإجرامي، لكون الرأي الأول سيؤدي لا محالة لتقرير آجال تقادم مختلفة بالنسبة لنوع من الجرائم. أما فيما يخص بالنسبة للجرائم المستمرة وهي التي يتجدد فيها النشاط الإجرامي بإرادة الجاني، فإن نقطة بدء حساب سريان التقادم تتحدد في اليوم الموالي لوضع حد
للنشاط الإجرامي إما من تلقاء نفسي جاني أو لسبب خارجي لإدخالي فيه. أما بالنسبة لجرائم الاعتياد، وهي الجرائم التي يجب تكرار الفعل المكون للركن المادي فيها لأكثر من مرة على الأقل حتى يتسنى العقاب عنها، حيث إنه ارتكب الفعل مرة واحدة لا تتحقق العادة المضرة بالمجتمع، ومن ثم لا تقوم جريمة الاعتداء. وفي هذا الصنف يبتدئ حساب سريان تقادم من اليوم الموالي لآخر فعل تحققت به جريمة الاعتياد. إذن هذا بشكل عام مدة أو بدء سريان التقادم، اللي كتعتبر أيضا هي من أسباب سقوط الدعوة العمومية. ولا بأس أن نعيد أهم المحاور التي تطرقنا بها. قلنا أنه يبتدئ سريان مدة التقادم حسب منطوق المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية من يوم اقتراف الجريمة، وهذا بالنسبة لجميع المتابعين فيها من فاعل أصلي أو معنوي إلى مساهمين ومشاركين فيها إن وجدوا، وذلك نزولا على مبدأ عينة التقادم من حيث الأثر. ما وحدد المشرع أيضا نقطة ابتداء حساب مدة التقادم بكيفية مخالفة كالفقرة الأولى من الفصل 150 من القانون التي جعلت بدء سريان حساب التقدم من جريمتي العصيان والفرار لا تبتدئ إلا عندما يبلغ المتهم 50 سنة من عمره. كما تجدر الإشارة إلى أن مدة التقادم تحسب بالتقويم الميلادي لا بالهجري، وهي مدة كاملة لا يحسب أولها ولا آخرها. وإذا كان اليوم الأخير من يوم عطلة امتد الأجل إلى يوم إلى أول يوم عمل بعده. وفق مقتضيات المادة 750 من قانون المسطرة الجنائية، ما يسير معه أمد التقادم في الجناية هو 20 سنة ويومان، وفي الجنحة 5 سنوات ويومين، وفي المخالفة 2 سنة ويومين. ولكون المشرع اعتبر يوم اقتراف الجريمة كمنطلق لبدء حساب مدة التقادم، فهذا يفيد بالمفهوم المخالف استبعاد يوم اكتشاف الجريمة. إذا إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح.